يلاحظ يا فضيلة الشيخ أن بعض الناس الذين قد ابتلوا بها بالتقصير في الصلاة أو تركها بالكلية يحرصون على الحج والصيام والعمرة والزكاة، فهل يا ترى أعمالهم هذه لا يؤثر فيها ترك الصلاة؟ هذا على التفصيل السابق، إن كانوا جاحدين لوجوب الصلاة فإن أعمالهم لا تفيدهم شيئا بإجماع المسلمين، أما إذا كانوا مقرين بوجوبها وإنما تركوها كسلا فمن يرى أنهم لا يكفرون فإن أعمالهم صحيحة ولكن يؤاخذون على ترك الصلاة، ومن يرى أنهم يكفرون الكفر الأكبر فإن أعمالهم باطلة لا تفيدهم شيئا، وهذا هو الصحيح. الله تعالى يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وفي الآية الأخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، دل على أن لا يحصل الأخوة في الدين ولا يتركون من القتل إلا إذا تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. نعم، جزاكم الله خيرا.